صباح الخير عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. حصد فريق الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بعد ما حقق فوزه على فريق الهلال السعودي بنتيجة 4-0 خلال المباراة اللي جمعتهم امبارح لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية. بالفوز ده حصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد ما سبق وحققها في 2026-21. أما فريق تشيلسي الإنجليزي فحقق الفوز امبارح على فريق بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين في نهائي كأس العالم للأندية، وبكده بيتوج البلوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه. وبعد ما خلصت المباراة النهائية حرص نادي تشيلسي الإنجليزي بطل كأس العالم للأندية على عمل ممر شرفي من لاعبته لنجوم النادي الأهلي صاحب الميدالية البرونزية. ومن ناحية تانية بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي قال إنه سعيد بالفوز على الهلال السعودي بنتيجة 4-0 وبالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية. وقال موسيماني: قدمنا بطولة كبيرة على الرغم من الظروف الصعبة والغيابات اللي واجهناها، لكننا تحلينا بالروح القتالية وصلنا للتتويج بالبرونزية. جماهير الأهلي عظيمة وتستحق البطولات والألقاب، وفخور جدا بالجمهور ده، وبالتأكيد هنشتغل دايما على إسعادهم بالبطولات. وبعد انتهاء مباراة الأهلي والهلال السعودي بساعات خرج وليد سليمان نجم النادي الأهلي وأعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية. وكتب وليد على حسابه في تويتر: الحمد لله الذي أعطاني أكثر ما تمنيت، هي اللحظة الأصعب لي في حياتي كلاعب كرة القدم بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم في أعظم ناد في الكون، وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الإفريقي. أتمنى أن تظل جماهير الأهلي العظيمة تتذكرني على مدار التاريخ، ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولى لي في الأهلي وأنا قطعت عهد ووعد على نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم. أما عن مباراة فريق نادي الزمالك قدام فريق باترو أتلتيكو في بطولة دوري أبطال إفريقيا فانتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. بالنتيجة دي حقق الزمالك أول نقطة في مشواره وبيحتل المركز الثالث بالتساوي مع باترو أتلتيكو صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد بعد الوداد صاحب الصدارة بثلاث نقط. ولسه مع مباريات دوري أبطال إفريقيا وحقق نادي الترجي التونسي فوز كبير على فريق جوانانج جالكسي البتسواني بنتيجة 4-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على الملعب الأولمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا. بالنتيجة دي بيتصدر الترجي مجموعته بثلاث نقط. وحقق مانشستر سيتي فوز كبير على فريق نورويتش سيتي بنتيجة 4-0 في لقاء الجمع الفرقتين ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 63 في صدارة جدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد نورويتش سيتي عند 17 نقطة في المركز الـ18.
وتعادل فريق مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وبكده بيفقد فريق مانشستر يونايتد نقطتين في صراع المربع الذهبي وبيوصل للنقطة 40 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي. انتر ميلان اتعادل 1-1 مع مستضيفه نابولي في الجولة 25 من الدوري الإيطالي الكالشيو. بالنتيجة دي أصبح الانتر في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي والمركز الأول برصيد 54 نقطة جمعهم من 24 مباراة، واحتفظ نابولي كمان بوصافة الترتيب والمركز الثاني برصيد 53 نقطة جمعهم في 25 مباراة. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وباسانت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا ليندا.